حلو، ولكن يهمك ان الاكل يكون فيها توازن، يعني فيها كل العناصر الغذائيه. يعني ما يبقاش كلها نشويات، كلها مثلا كربوهيدرات، كلها بروتين. في تنوع بالظبط. انت من الناس اللي يحبوا التنوع على السفره؟ احب التنوع على السفره، احب الاقي الاكل اللي يعجبني على السفره بصراحه. يعني ما اقدرش اكل، ما اقدرش اتنوع. يعني مثلا اقول لك حاجه، فضل. انا لو قاعد في مكان وناس عزماني مثلا والاكل ما عجبنيش، حلو. تمام. حلو. انا عادي، انا ممكن اقعد اكل سلطه وبس. ممكن يعني ما اتكسفش اكل سلطه بس. حلو. سلطه خضراء بس لو الاكل اللي قدامي مش عاجبني. خد بالك انا برضو انا عندي شويه طباع في الاكل غريبه يعني. يعني مثلا ممكن ما احبش الملوخيه، تمام. في حد في الشعب المصري ما يحبش الملوخيه؟ ملوخيه بالفراخ. ما فيش بقى الكلام ده. بس انا ما بحبهاش. فالناس اللي بتبقى عزماك هو مقتنع ان انت اكيد بتحب الملوخيه. يعني انت بجد مش بتحب الملوخيه للاسف يعني. للاسف. ودي حاجه صعبه يعني، انا مش مصدق نفسي فيها يعني. فلو لقيت الاكل اللي قدامي مش عاجبني ما بقولش مش هاكل. بس السلطه طول الوقت تكفيني يعني.